لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، أن أصل الفتى ما قد حصل. الحقيقة أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية، عمل وكفاح، ما فيها نهاية إلا نهاية لما الإنسان يدعاه يدعي ربه فقط، هاي النهاية. أما نهاية عمل ماشي. هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند، جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل. ما نودي أن يسمع الوافد مع شيء يجرح نفسه ويجرح خاطره أبدا، ولا يرضينا إلا اللي يتكلم بالكلام الطيب وبالتقدير وبالاحترام. ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل.